السلام عليكم الطلبة، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نكملو فيه بارسي ديال السينيتيك. واليوم غادي نشوفو ان شاء الله لانرجي بوتونسييل. لانرجي بوتونسييل est une forme d'énergie qui dépend seulement de position d'un corps، و la relation ديالها هي D ديال E P، حيث E P هي لانرجي بوتونسييل égale moins D W. ولكن هاد الغولاسيون هادي فوقاش كتكون صحيحة pour une force conservative. شنو هي une force conservative؟ une force conservative si le travail W ne dépend que de la position initiale A et finale B. Ou là, l'autre définition, il y a ne dépend pas de chemin suivi. Hadi, est-ce qu'on crée sur thermodynamique? Il y a en général qu'on dit le haka. ولكن منين كيكون ديبون سولمون دو ليتا A و B، يعني ليتا انيسيال و فينال، كترجع دي دبليو في. اف نرجعو ل اف كونسيرفاتيف، اف اي كونسيرفاتيف سيل اكزيست une fonction scalaire EP telle que F égale moins grade de EP. كنقولو ان ديك اف ديريف دان بوتونسييل. ولا دون انرجي بوتونسييل. الغراديون ديال واحد لا فونكسيون في هاد الحالة عندنا بي هو واحد لوتي ماتيماتيك. و شنو كنعنيو بالغراديون ديال واحد لا فونكسيون؟ هي الديريفي ديال ديك فونكسيون بارابور ا اكس سويفون اي بلس ديريفي ديال ديك لا فونكسيون بارابور ا ايغريك سويفون جي بلس ديريفي ديال او بي سور زد سويفون ك. هذا في الكا ديال لي كوردوني كارتيزيان. دابا الى بغينا نوصلو نبداو من هنا باش نوصلوا لهاد القاعدة ديالنا pour une force conservative. إلا خدينا هاد الغراد ديال او بي وضربنا ديد او ام، غراد ديال او بي فوا ديد او ام، حنا كنعرفوا ان ديد او ام في لي كوردوني كارتيزيان هي دي ديال اكس اي بلس دي ديال ايغريك جي plus tz k. يعني les coordonnées suivant i fait les coordonnées suivant i les coordonnées suivant j fois les coordonnées ديال ep suivant j les coordonnées suivant k fois les coordonnées suivant k. غادي تجي d rond de ep sur d rond de x fois d de x où i تمشي مع i حيت i au carré هي 1 la norme ديال i هي 1 plus ddep sur dy fois dy plus ddep sur dz fois dz. وهادي شنو هي؟ غادي تمشي هادي مع هادي وهادي مع هادي وهادي مع هادي غادي تبقى هي ddep.
وشنو كنعرفو ان الغراديون ديال او بي فهاد لا ديفينيسيون هادي هي موان اف، حيث اف ايغال موان غراد او بي، يعني ان موان اف فوا ديد او ام ايغال ديد او بي. شنو كنعرفو على اف فوا ديد او ام؟ هي تو سامبلومون موان دي دي دبليو ايغال دي ديال او بي. انطلقنا من ديفينيسيون ديال اف كونسيرفاتيف، اون فورس كونسيرفاتيف، حتى لقينا هاد لا لوا ديالنا ديال دي ديال دبليو ايغال دي او بي بور اون فورس كونسيرفاتيف. يعني دبليو هي موان لانتيغرال ديال دي او بي مثلا في بوان ا حتى لبوان بي، اللي هي او بي ديال ا موان لينيرجي بوتونسييل ديال بي. فوقاش كنستعملو هاد، علاش كنستعملو هاد لينيرجي بوتونسييل؟ واحد ليوتيليزاسيون ديالها هي كنلقاو البوزيسيون ديكيليبر ديال واحد الكور. حنا كنعرفو ان بور une position d'équilibre d'après le premier loi de Newton, on a la force ou le sigma des forces égale à 0 si dès que le corps est en équilibre. Had la force gonna anna hiya moins grade ديال EP ou bien anna كتساوي 0. حنا كنعرفوا ان الغراد EP هو الا بغينا نكتبوا على شكل ماتريس هي d rang de EP sur d rang de X suivant I. هذه هي la base. Ou d rang de EP sur d rang de Y suivant J. d rang de EP suivant d rang de Z suivant K. Il y a qu'un had qui est 0. Il y a d rang de EP sur d rang de X égale à 0. d rang de EP sur d rang de Y égale à 0. Ou d rang de EP sur d rang de Z égale à 0. Yani, باش نلقاو la position d'équilibre, est-ce qu'on a dna EP seulement غادي نديرو dérivé ديال EP اللي غادي تكون عندنا donné. On نديرو la dérivé par rapport à X ou la par rapport à Y ou la par rapport à Z على حساب ديك الساعه شحال عندنا من degré de liberté. يعني مثلا عندنا مثلا غير plan، مثلا عندنا غير plan، عندنا غير X ou Y. يعني هذه اصلا كتساوي 0، ما غاديش نخدموها، وغادي ندير وحده فيهم، غادي نديروا لها الديريفي، غتكون عندنا او بي، نكونوا خرجناها مثلا دابخي هاد لا لوا هادي، وغادي نديروا الديريفي ديالها كتساوي 0 ونخرجوا البوزيسيون. وبهذا الشيء غادي نكونوا سالينا هاد البارسي ديال السينيتيك. وحاجه واحده اخرى نسيت ما قلتهاش، ان لينيرجي توتال ولا كنسميوها لينيرجي ميكانيك كتساوي لينيرجي سينيتيك اللي كنا شفنا بلس لينيرجي بوتونسييل. افيك لينيرجي بوتونسييل كنديتيرمينيوها سوا دابخي هاد الغولاسيون ولا هادي. و او سي كنا شفناها هي 1 سور 2 ام فوا في او كاري، افيك في هي لا فيتيس و ام هي لا ماس ديال ديك الكور. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك، و الى كان عندكم شي استفسار ولا سؤال ما تنساوش ديروه في الكومنتير. السلام عليكم.